الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل اليوم سلسلة معاني تفسير الكلمات للشيخ محمد الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية رحمه الله تعالى، وكتابه الموسوم بكلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. توقفنا عند قوله تعالى: وأحاطت به خطيئته في سورة البقرة. الآية قال المفسرون: وأحاطت به، أي أحدقت به واستولت عليه، أي السيئة والخطيئة. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، أي تتعاونون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وفي قراءة أسرى، وأسارى وأسرى بمعنى مأسورين، أي مأسورين في القتال. تفادوهم، أي تخرجونهم من الأسر بإعطاء الفدية. خزي في الحياة الدنيا، أي هوان وفضيحة وعقوبة. وقفينا من بعدهم الرسل عليه السلام عيسى بن مريم، أي أتبعنا على أثره الرسل، على منهاجه يحكمون بشريعته. وأيدناه بروح القدس، أي أيدناه بالروح المطهر جبريل عليه السلام. روح القدس أي جبريل عليه السلام، أي الروح المطهر. وقالوا قلوبنا غلف، أي عليها أغشية وأغطية خلقية. يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون ببعثته صلى الله عليه وسلم، محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم. اشتروا به أنفسهم، أي باعوا به أنفسهم، بغيا أي حسدا. فباءوا بغضب على غضب، أي فرجعوا، أي فرجعوا به، أي بالغضب، أي فرجعوا به مستحقين له. اتخذتم العجل، أي جعلتموه إلها معبودا. لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، أي يعمر. لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، أي يعمر، أي لو يطول عمره إلى ألف سنة. نبذه، أي طرحه ونقضه. تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي تقرأ أو تكذب من السحر. نحن في فتنة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي نحن ابتلاء واختبار من الله تعالى. خلاق، أي نصيب من الخير أو قدر منه. شروا به أنفسهم، أي باعوا به أنفسهم. لا تقولوا راعنا، وهي كلمة سب وتنقيص عند اليهود، راعنا هذه. وقالوا انظرنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، أي وقولوا انظرنا، أي انظر إلينا أو انتظرنا وتأنى علينا. ما ننسخ من آية، أي ما ننزل ونرفع من حكم آية أو التعبد بها، أي ما ننزل ونرفع من حكم آية أو التعبد بها. ننسها، أي نمحها من القلوب والحوافظ. ولي، أي مالك أو متول لأموركم. سواء السبيل، أي قصد السبيل ووسطه. أمانيهم، تلك أمانيهم، أي شهواتهم ومتمنياتهم الباطلة، تلك أمانيهم.
أسلم وجهه لله، أي أخلص نفسه أو قصده أو عبادته لله. خزي، أي ذل، أي ذل وصغار، ذل وصغار وقتل وأسر. فثم وجه الله، أي جهته التي رضيها وأمركم بها. سبحانه، أي تنزيها له تعالى عن اتخاذ الولد. كل له قانتون، أي مطيعون منقادون له تعالى. بديع، أي مبدع ومخترع. قضى أمرا، أي أراد شيئا أو أحكمه أو حتمه. كن فيكون، أي أحدث فهو يحدث. العالمين، أي عالمي زمانكم. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي ولا تؤدي نفس. عدل، أي فدية. ابتلى، أي اختبر وامتحن. بكلمات فأتمهن، أي بأوامر ونواهٍ فأتمهن، أي أداهن لله تعالى على الكمال. إبراهيم عليه السلام. مثابة للناس، أي مرجعا أو ملجئا أو مجمعا أو موضع ثواب لهم. وعهدنا إلى إبراهيم، أي وصينا أو أمرنا أو أوحينا له. بيتي، أي الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. أبره، أي أدفعه وأسوقه وألجئه. مسلمين لك، أي منقادين، أي منقادين خاضعين مخلصين لك. وأرنا مناسكنا، أي عرفنا معالم حجنا أو شرائعه. ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك والمعاصي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يرغب عن، أي يزهد وينصرف عنه. سفه نفسه، أي جهلها أو امتهنها واستخف بها أو أهلكها. أسلم، أي انقد أو أخلص العبادة لي لله، يعني وحده تعالى. الدين، أي دين الإسلام، وهو صفوة الأديان. خلت، أي مضت وسلفت. حنيفة، أي مائلا عن الباطل إلى الدين الحق. والأسباط هم أولاد يعقوب، هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام أو أحفاده. صبغة الله، أي إلزموا دين الله أو إلزموا فطرة الله. السفهاء، أي الخفاف العقول، وهم اليهود ومن شاكلهم في إنكار تحويل القبلة. ما ولهم، أي أي شيء صرفهم عن قبلتهم، أي عن بيت المقدس. أمة وسطة، أي خيارا أو متوسطين معتدلين. ينقلب على عقبيه، أي يرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة إلى الكعبة. لكبيرة، أي لشاقة ثقيلة على النفوس. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. شطر المسجد الحرام، أي تلقاء الكعبة. الممترين، أي الشاكين في كتمانهم الحق مع العلم به. أي لا تكونن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممترين، من أي الشاكين في كتمانهم الحق مع العلم به. ويزكيكم، أي يطهركم من الشرك والمعاصي. الكتاب والحكمة، القرآن والسنن والفقه في الدين. ولنبلونكم، أي لنختبرنكم ونحن أعلم بأموركم. صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء أو مغفرة منه تعالى. شعائر الله، أي معالم دينه في الحج والعمرة. فلا جناح عليه، أي فلا إثم عليه. اعتمر، أي زار البيت المعظم على الوجه المشروع. يطوف بهما، أي يدور بهما ويسعى بينهما. يلعنهم الله، أي يطردهم من رحمته. ينظرون، أي يؤخرون عن العذاب لحظة. وبث فيها، أي فرق فيها ونشر فيها بالتوالد.
وتصريف الرياح أي تقليبها في مهابها وأحوالها. أندادا أي أمثالا من الأوثان يعبدونها. وتقطعت بهم الأسباب أي تفرقت بهم الصلات التي كانت بينهم في الدنيا من نسب وصداقة وعهود. كرة أي عودة إلى الدنيا. حسرات أي ندمات شديدة. خطوات الشيطان أو خطوات الشيطان في قراءة أخرى أي طرقه وآثاره وأعماله. يأمركم بالسوء أي بالمعاصي والذنوب. والفحشاء أي ما عظم قبحه من الذنوب. الفينا أي وجدنا. ينعق أي يصوت ويصيح. يصوت ويصيح. بكم أي خرس عن النطق بالحق. والدم أي المسفوح وهو السائل. ولحم الخنزير يعني الخنزير بجميع أنواعه وبجميع أجزائه. وما أهل به لغير الله أي ما ذكر عند ذبحه اسم غيره تعالى من الأصنام وغيرها. اضطر أي ألجأته الضرورة إلى التناول مما حرم. غير باغ أي غير طالب للمحرم للذة أو استئثار على مضطر آخر. ولا عاد أي ولا متجاوز ما يسد الرمق. ثمنا قليلا عوضا يسيرا. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. شقاق بعيد أي خلاف ونزاع بعيد عن الحق. وهنا نكتفي عند هذا الربع ونكمل في الجزء القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.